أن الإنسان إذا ذبح البدنة وزع لحومها على الفقراء على الجائعين، يقول هذا بيلون من الإحسان. المحسن بشره، يعني اللي يطلع من الدنيا وأكو إلى رصيد في قلوب الناس من المحبة من الإحسان إليهم، إيصال الخير إليهم، لأنه يتقرب إلى الله بالضحايا، يتقرب إلى الله عز وجل بالضحايا. كان مر دور من الأدوار يتقرب إلى الله بمن يوالي أهل البيت. مو الحجاج يقول للشعبي، يقول له بما يتقرب الناس إلى الله في مثل هذا اليوم؟ قلت له بالضحايا. قال لي ايش رأيك أضحي لك واحد يقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ هذول جريمة هواية كبيرة. هل كبرى هاي الجريمة؟ الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ وهذا تاريخنا جايف لو غيره، جايف تاريخ عجيب والله بالله العظيم، تاريخ يعني يخليك أعصابك تفقدها. هذا كل جريمته أن يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. ليش؟ لأن إذا قال الحسن والحسين ولدا رسول الله معناه العرب ما عندهم ترى نظرية انتخاب أو نظرية شورى، عندهم نظرية تعيين، يعني الولد يرث وراثة، إذا راح الرئيس ابنه يرث. فيقول لك دولة إذا الحسن والحسين ولدا رسول الله معناه هم أحق بالخلافة. إذا هم حق بالخلافة الأمويين شنو شغلتهم؟ شنو منا جاية الحجاية؟ جاية منا، صايرة خطرة. الحسن والحسين ولدا رسول الله، هاي معناه دول أولى بالخلافة. ولذلك دقوا على أنتوا أنتوا أولاد بنت، أنتوا منو قال أنتوا أبناء النبي؟ أنتوا أولاد علي بن أبي طالب، علي طالب أبوكم وأبو أبو طالب، جايبكم جايبكم إلى رسول الله، وأنتم بنو بنتنا دونه ونحن بني عمه المسلمي، معروفة زين. فيقول جابوا واحد مكبل بالحديد، عليه 70 رطل من الحديد، شايلين الحديد منا لهنا. عاينت وإذا هذا من فقهاء البيت يحيى بن يعمر رضوان الله عليه، يحيى بن يعمر الليثي الكوفي، جابوه قال له بعدك على ضلالك القديم تقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو أنا أقول، القرآن يقول. قال له لا تجيب لي قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا يعرفها قبلك. قال له لا ما أجيب لك هاي. قال له ومن ذريته إلى أن بلغ إلى قوله وعيشى. قال له القرآن يقول ومن ذريته، يعني ذرية إبراهيم الخليل، يعد عيشى من ذريته. عيسى شلون صار من ذرية إبراهيم الخليل؟ المفروض عيسى ما عنده أبو ولد من أم بدون والد، شلون صار من ذريته؟ قال له دخل في صلبة من ناحية أمه مريم، مريم ترجع لإبراهيم. قال له هل قد أكو أظهر بين إبراهيم وبين مريم ومع ذلك القرآن اعتبرها بنته واعتبر عيسى ابنه؟ الحسن والحسين ما بينهم بين رسول الله إلا فاطمة، ما تعتبره ابنه؟ أطرق الحجاج. قال له والله ما ظننتك تأتيني بهذا، هذا شيء ما شئت أتصوره. اعطوه 10,000 درهم، اعطوه 10,000، أخذها وهو مكان بالمسجد تولى توزيعها. قال وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين.